طيب هنبدأ بإذن الله إن شاء الله. طيب سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يسعدني ويشرفني إن نبدأ ليلة علمية، يعني أتمنى إنها تبقى مفيدة للشباب، ويعني أنا سعيد جدا بيها، وأنا بحاول يعني أبحث عن كل حاجة مفيدة للشباب عشان نطور العملية التعليمية والعلمية في القسم بتاعنا وفي كل الأقسام، لأن أنا ما عنديش يعني أنا بتعامل على إن ما فيش حاجة اسمها اسم تخدير الأزهر أو القصر العيني أو عين شمس، إحنا كلنا اسم واحد وكلنا المفروض زملاء وأساتذة، فيعني المصلحة واحدة. طبعا كان كل هدفي الويبينار ده يبقى البحث العلمي والمحاضر العلمي، وان احنا اساسا اكاديميك يعني ستاف، عشان كده انا حاولت يعني اعمل ويبينار والاقي يعني 3 موضوعات يعني مهمه من رايي، فيشرفنا يعني ان شاء الله باذن الله المفروض ان هيشرفنا الاستاذ دكتور رائد العزب رئيس قسم طب المجتمع طب الازهر بنين، مع الاسف الشديد بس هو بيحاول فيه تكنيكال بروبلمز معاه، وطبعا احنا سعداء جدا بوجود الاستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، القيمه والقامه في التخدير والعنايه المركزه وعلاج الالم والبحث العلمي والمحاضرات، وطبعا انا لو كلمت عن تعريف الاورينتيشن للدكتور محمد عبد اللطيف يبقى هنقضي الليله كلها، مش هي الله يخليك. برضه مش هيكفي يعني. والاستاذ الدكتور ياسر حلمي استاذ جراحه التجميل ومدير مكتب التميز في جامعة الأزهر والإديتور بتاع International Journal of الأزهر يعني. فإن شاء الله أتمنى إن كل الشباب وكلنا وأنا أولهم أستفاد، لأن حتى لو أنا رئيس قسم أنا لسه بتعلم ولسه لحد ما آخر يوم في عمري، إن أنا المفروض أنا بتعلم وبستفاد وبتعلم من الأكبر مني ومن الأصغر مني. Shall we start بروف محمد عبد اللطيف؟ يعني اتفضل حضرتك، يو كان شير سكرين، والف الف شكر لتشريفك. الترتيب هو دكتور ياسر كان الاول المفروض ولا هنغير في لا الترتيب كده؟ حضرتك، لا حضرتك هتبقى الاول ان شاء الله. دكتور طيب رائد العزب، بس دكتور رائد العزب معاه طيب تكنيكال بروبلم، حاضر فعشان نستفيد بس بالوقت حاضر حضرتك حاضر هتبدا، ماشي وبعد كده دكتور ياسر حلمي، ولو دكتور رائد تمام الموضوع اتحلت ان الامور ان اتحلت ان شاء شاء الله الله ان شاء هيكمل الله باذن الله. ان شاء الله. تمام كده يا دكتور الأيمن، تمام تمام كده يا دكتور أيمن، زي ما اتفقنا احنا تمام في شايف السكرين كده يا دكتور أيمن، ايوه شايف السكرين كويس، ايكو بس شوية، في ناس قاعدة جنب بعضها بنعمل ايكو، في استنى حد بس بيعمل انا ميوت لكله، في بليز ناس قاعدة جنب بعضها. اول اودينس ميوت اكسبت بروف محمد عبد اللطيف. يا صاحبي ما تشربش. ابتدي يا دكتور ايمن. ايوه اتفضل. مساء الخير جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا يا دكتور ايمن على الفرصه الطيبه ان احنا نتكلم لزملائنا، والحقيقه هي يعني ده بيتي الازهر اللي عارف التاريخ زي ما حكيت لك قبل كده، انا اوريدي كنت مسجل دكتوراه في الازهر، فالحقيقه الازهر بيتي الاول قبل ما يكون القصر العيني، هم في وقت الشده هم اللي ساعدوني. النهارده ان شاء الله هتكلم عن الارت اوف ساينتفك برزنتيشن، وان شاء الله باي ذا اند اوف ذيس ليكتشر هنستنتج انها ميشن بوسيبل ان شاء الله. الاوبجيكتيف اوف ذيس برزنتيشن، يمكن احنا بنعمل برزنتيشن حاجه بس انا الاوبجيكتيف بتاعي تو بي ا بيتر فيرجن اوف يور سيلف، انت لو كنت بتعمل حاجه انا اي تراي تو امبروف البرزنتيشن ابيليتيز بتاع الزملاء كلها. طب واي وي هاف تشوزن تودايز توبيك؟ ليه؟ ليه انا الموضوع ده انا بقوله بقالي سنين بس ريفايف، اضطريت ان انا ابتدي اقوله تاني، هقول لكم السبب ليه انا اخترت الارت اوف ساينتفك برزنتيشن. زي يمكن ما انتم عارفين انا كنت التشيرمان اوف بروموشن كوميتي، لجنه الترقيات على مستوى الجمهوريه كلها من المجلس الاعلى للجامعات للتخدير، اللجنه العليا، من 2019 ل 2022. الترم خلص الشهر ده، ومش عارف اقول بقى لحسن الحظ ولا للاسف، يعني اتجدد لي برضو انا لما زلت المقرر لـ3 سنين الجايين لو كان لينا عمر. والحقيقه انا ليه بقدم المقدمه دي؟
لان انتوا عارفين جزء من الترقيه انه بيقدم ابحاث وبيجي ساعه اللجنه بتجتمع بيقدم برزنتيشن لموضوع يكون جديد. ففي خلال ال 30 شهر نقول مثلا مع الابحاث وكده او الثلاث سنين اللي فاتوا كل مره بنجتمع بنشوف 6 8 ساعات 10 برزنتيشن في نفس اليوم اللي هو الجمعه الاخيره من الشهر. فنقول ما انا شفت من 180 ل 200 او 200 واكثر برزنتيشن في البيريود اللي انا كنت فيها المقرر الثلاث سنين اللي فاتوا. وحوريكم في الفولوينج سلايدز اكزامبل ريال متاخده من برزنتيشن لناس مدرسين واساتذه مساعدين جايين بيقدموا للترقيه. هنشوف دي ريال سلايد. شوفوا مثلا دي سلايد، شايفين كميه التكست في سلايد قد ايه، باراجراف قد ايه. طبعا ذيس از نوت ا برزنتيشن اتول، والموضوع ده فيري كومن لغايه دلوقتي. شايفين انذر اكزامبل. طب انا اعمل ايه؟ طب ما تطبعها وتديها لي باراجرافات باراجرافات باراجرافات. هنقرا امتى ونسمعك امتى وناخد المسج امتى؟ ده اكزامبل اكزامبل كله زي ما شايفين فيري بيزي سلايد ويز تكست. جدول بقى، قال لك نحط جدول ولا تقدر تقرا ولا كلمه ولا توصلك اي معلومه، برضو ده جدول حقيقي اتقدم في لجنه الترقيات. انا الحقيقه في الثلاث سنين دي طيب وبعدين يعني، والانسيدنس عالي جدا، في ناس كويسين بس قليلين جدا. كنت فرستريت الحقيقه اوفر دراست 3 ييرز، ناس اكاديميك وناس في الجامعه وناس اساتذه اوريدي ودي البرودكت بتاعهم. فهل الميشن امبوسيبل يعني خلاص بقى الواحد يستسلم وخلاص؟ لا، قلت لا، لازم نحاول على قدر الامكان وربنا يسهل. فعشان كده ده التارجت والاستيمولس ان انا اريفايف المحاضره دي. طب ليه؟ سؤال why we have poor quality powerpoint presentation. نحاول نفهم السبب. طبعا في سبب مفهوم الى حد ما، ان احنا السبيشاليتي بتاعتنا مش انفولفد قوي في الاندر جراديوت اناتومي والفيزيولوجي والتدريس المناهج. احنا موست اوف اور تايم بيبقى في الاوبريتنج رومز، والتدريس بتاعنا شويه بوست جراديوت، فيمكن برضو الستاف مش انفولفد قوي في التدريس. لكن في مؤتمرات كتيره، وفي ده مش عذر، ده احد الاسباب. وانا هاكسبلور الاكاديميك كارير بتاعنا ايه البرزنتيشن. تقريبا عضو هيئه التدريس عقبال ما يوصل استاذ بيقدم كام برزنتيشن. يعني نستعرض الموقف بتاعنا كده. طبعا الواحد بيبتدي بريزيدنت بيقعد له حوالي 3 سنين في اخرهم يعمل الماستر، وبعدين ربنا سهل يتعين مدرس مساعد اسيستنت ليكتشر كمان 3 سنين ل5 سنين يعمل الدكتوراه، وبعدين ياخد مدرس، وعلى الاقل يقعد 5 سنين مدرس يعمل ابحاث، ولو ربنا سهل يترقى استاذ مساعد يقعد على الاقل 5 سنين برضه ويعمل ابحاث عشان يترقى لاستاذ. الكلام ده بياخد له من 15 ل 20 سنه من بدايه الكارير لغايه ما يبقى فول بروفيسور. طيب في الفتره دي الموست كومن سيناريو عمل كام برزنتيشن؟ الماستر بيعملها ويناقشها يعمل برزنتيشن، الدكتوراه بيعملها ويناقشها برزنتيشن، يبقى 2. يجي بقى من مدرس لاستاذ مساعد يروح لك انتريات برزنتيشن، 3. من استاذ مساعد لاستاذ برزنتيشن، 4. غالبا هم دول الاربعه برزنتيشن اللي بيكون عملهم في حياته لغايه ما بقى عنده 45 سنه مثلا. في 20 سنه يعني كل 5 سنين بيعمل برزنتيشن، وقليل من الناس بيشارك في المؤتمرات. فده برضو من الاسباب ان احنا عندنا اوفر 5 ييرز الافريج الموست كومن سيناريو فور برزنتيشن. طب دو وي هاف ا بروبلم؟ طبعا يس وي هاف ا بروبلم. ايه؟ lack of practice. We are not practicing presentation enough. وده في حد ذاته مشكلة كبيرة. We are all responsible. احنا كلنا مسؤولين. We need a corrective action. لازم نحاول نتحرك ونصلح الموضوع ده. أنا من ناحيتي ماي شير إن أنا قلت هجيب البرزنتيشن دي ونعرضها على أساس إن أنا نوري الأساسيات في البرزنتيشن. ده دوري أو الشير بتاعي. إنما المفروض كل بقى الشير بيرسونز والناس اللي هم ان تشارج اللي هم ماسكين الساينتفك اكتيفيتيز اللي هم اكيد في كل ديبارتمنت معين واحد هو ان تشارج كده، يو نيد تو تيك اوفر. لازم بعد ما نبتدي الانيشيتيف البسيطه اللي انا هقولها النهارده يو هاف تو تيك اوفر. تيك اوفر ازاي؟ كونتينوس ميديكال اديوكيشن. لازم كل ديبارتمنت يبقى عنده كونتينوس ميديكال اديوكيشن افري ويك على الاقل. حاليا في جهود وفي كونتينوس ميديكال اديوكيشن. الجمعيه بتعمل، في جمعيات كتيره، اولا
الدكتور ماجد والجمعيه المصريه وجمعيه الاي كيو بيعملوا مؤتمرات سنويه، وكمان اقسام التخدير في المحافظات المختلفه بتعمل برضو مؤتمرات سنويه في مجهود ده جود اتمت للسي ام اي. في كمان برضو زي ما قال الدكتور ايمن، الدكتوره صفاء، الدكتور سعد مهدي بيعملوا تقريبا اسبوعيا اكتيفيتيز برضو، ده مشهور جدا وميدي ابيتر وي فور كونتينوس ميديكال ايدكيشن اكتيفيتي. لكن في رايي الشخصي البيست واي از تو انفست ان يانجر كوليجز، من اول ما النايب يبتدي ومدرس مساعد وكله لازم يشارك ويعمل محاضرات في القسم بتاعه، وكمان نشجعه يمكن يطلع في المؤتمرات كمان، ده حاجه مش غريبه والمفروض نشجعهم. وده هيجيب لك هيجيبنا لقصتي انا، انا ازاي ابتديت البرزنتيشن وربنا كرمني واتعلمت شويه، طبعا في سبيشال ابيليتي كده، بس الاساسيات هقول لكم انا اتعلمت بداياتي، اتعلمت الاساسيات ازاي. انا كنت نايب في القصر العيني من 9 سبتمبر 79 لسبتمبر 82، ودول اساتذتنا ورؤساء الاقسام الافاضل ان انا عصرت كثير منهم. بعد ما خلصت النيابه كان في مشاكل في هذه الفتره من الجامعه، قالوا ما عندناش وظائف، سوري مش ما فيش تعيينات. اوكي هنعمل ايه؟ عايزين نكمل، عايزين سافرنا. كان في مستشفيات السعوديه الجامعيه كانت بتطلب، عارفه المشكله، وبتطلب كمان مش اي حد، بتطلب نواب جامعه، كان شرط اساسي. سافرت، كان حظي برضو من غير ما اعرف التفاصيل ان انا رحت مستشفى جامعي، مستشفى الخبر التعليمي الجامعي. ودي الحقيقه كانت تيرنينج بوينت ان ماي هول لايف، من ناحيه البرزنتيشن، من ناحيه الريسيرش، اتعلمت ريسيرش هناك وعملت ببليكيشن قبل ما اخد الدكتوراه، كان عندي 7 انترناشونال ببليكيشن، عشان طبعا انا كنا ديديكيتد وفول تايمر. ايه اللي حصل هناك؟ رحت بقى في الاسم ده لقيت رئيس الاسم الله يرحمه الدكتور ريتشارد جودمان، هي يعني كان 60 سينيور كنديان انستيسيولوجيست، هو كان التشيرمان، ولقيتهم بيعملوا توايس ويكلي اكتيفيتي، يوم السبت ويوم الاربع، الليسته بتتاجل، مفيش جراحين يعترض ولا حاجه، لان تشيرمان بودمان كان قوي جدا، الليسته بتتاجل ونديهم الساعات اياها، بدل من 8 نبتدي 9، واحنا يوم السبت نقدم ريفيو ارتكل، يوم الاربع نقدم كيس او موربيديتي او مورتاليتي كيس برزنتيشن. جاء عليا الدور، قال لك خلاص عملنا الجدول، الدور عليك يا عبد اللطيف. طبعا انا كنت سكير، خايف جدا لان ما عنديش اكسبيرينس، عملت الماستر يا دوبك بالعافيه. قلت له دكتور بوتمان ام سوري اي ويل ريد فروم ذا بيبر، انا هقرا من الورق. قال لي نو بروبلم عبد اللطيف، ريد فروم ذا بيبر. في هذا الوقت ما كان في الشائع كان الاوفر هيد بروجيكتور والترانسبيرنسز، الورق اللي احنا بنكتب عليه بالماركر ونحطه على الشاشه، وان ده طريقه العرض في اوائل الثمانينات. وابتديت اقرا 100% في الورقه، شويه 80 ينزل شويه شويه واتحسن، بحيث الواحد البرفورمانس بتاعه اتحسن. بعد كده دخلنا في حاجه اسمها البيازو سلايد، ودي الحقيقه كانت موجوده قبل مسافه. ايه البيازو سلايد دي؟ كنا ندي الاستوديو زي كودك مثلا، ندي له الورق مطبوع مكتوب بالاسود طبعا على تربرايتر، ما خدش لسه كمبيوتر، على ورقه بيضاء، ونديها له هو كل اللي يعمله يخلي التكست الاسود ابيض ويدينا باك جراوند زرقاء ونحطها في سلايد اسمها بيازو سلايد، ودي طبعا كانت ساعتها حاجه بقى متقدمه جدا. لكن احنا كشباب وموجودين في الخبر من كله، من الازهر والاسكندريه ومن عين شمس وقصر العيني، كلنا اتقابلنا مع بعض الشباب وكلهم كانوا نواب جامعه، كنا امبيشس عايزين كلر سلايدز. وكان معايا اتذكر جدا زميلي وصديقي العزيز جدا وابن الازهر الجميل انتنسيفيست الرهيب سعيد احمد علي، كان معايا في نفس الوقت في الخبر التعليمي. نعمل ايه بقى؟ نروح الدارك روم. ايه الدارك روم؟ خش اوضه مضلمينها خالص، قافلينها ستاير او ما فيش شبابيك، نحط الكاميرا، نحط الكمبيوتر بتاعنا، الشاشه بتاعته كده قدامنا، وبعدين نحط الكاميرا ونحطها على ترايبود زي ما انتم شايفين كده، كمبيوتر والترايبود والكاميرا، ونضلم الاوضه تماما ونبتدي نصور السلايد من الكمبيوتر سكرين على فيلم ملون، ونديه الاستوديو يطبعه ويحطها في فريم، ونحصل على سلايدز ملونه. طبعا كانت حاجات فيري بريميتيف، بس برضه بنحاول نمبروف البرزنتيشن بتاعتنا.
لغايه ما تطور وتطور كتير. وطبعا كان في ميديكال فوتوغرافي موجود ديبارتمنت في المستشفى كان بيساعدنا في الموضوع ده، يصور للجراحين ويعمل لنا السلايدز. كان واحد انجليزي اسمه ارشيبولد كان في فيلا لوحده هو ميديكال فوتوغرافي ديبارتمنت. وصلنا في الاخر للداتا شو اللي انتم عارفينه في المؤتمرات كلها. طبعا كنا كل اسبوع واحنا بقى بنكونتينوس وبنكمبيت، كل واحد عايز يتحسن ويبقى احسن من الثاني. فالحقيقه ده ساهم في ان ايه الليرنينج كيرف بتاعنا اتحسن باي كومبيتيشن اللي انا قلت لكم عليه دوت لغايه دلوقتي. ده الانترودكشن بتاع المحاضره. نخش بقى في الكور بتاعه المحاضره. نبتدي المحاضره بتاعتنا بايه؟ زي ما احنا ريكومند اوتلاين سلايد. This is my outline slide. This is what I am going to tell you. ايه هو البيزك ستراكشر اوف ذا ساينتفك بريزنتيشن؟ How to prepare and deliver your presentation. This will include when to start preparation, audience analysis, PowerPoint slides, rehearsal and stage neurosis, physical and verbal delivery, how to measure your audience with attention span, and I'll end up by desirable presentation hints. Any presentation is composed of three parts: introduction, اللي أنا خلصتها already, body, conclusion. Introduction and conclusion usually بيبقوا broad. والbody will focus وبيبقى specific. هو ده اللي بنقول فيه الحاجات المسج اللي عايزين نوصلها للأودينس. نبتدي بالintroduction. لازم تستارت بأوتلاين ستايل زي ما عملنا. بتقول إيه في الأوتلاين ستايل؟ Tell them what you are going to tell them. عشان يبقوا oriented هم جايين هيسمعوا إيه. يستحسن تبقى spicy وappetizer. To strike attention and motivate listening. زي unusual story. أنا حكيت لكم ما تعينتش ورحت والسعودية وكده. دي برضو spicy. أو alarming statistics. Mortality عالية. Infection عالي. Whatever. دي برضو بتmotivate listening. في الأول حقيقة في الintroduction. Either you motivate listening أو you lose your. لو ما كانتش appropriate. You lose your audience forever. يعني مش هسمع تمام. لو قفلوا. عينيهم بقى. You cannot get them back. فالintroduction is very important. البودي اوف برزنتيشن نعمل سيناريو. ده مهم جدا. سيريز اوف بوينتس كل واحده تؤدي الى الثانيه. تخلص واحده وتنقل الثانيه ويبقوا ليميتد نمبر اوف بوينتس من 3 ل 5 بوينتس. وهنرجع نقول اهميه البوينتس دي والسيناريو ليتر اون في البرزنتيشن ان شاء الله. يبقى سيناريو 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 مهم قوي. مترابط، ما يبقاش حته من اليمين وحته من الشمال وكده، يبقى مترابط. الكونكلوجن مش قلنا في الانترودكشن tell them what you are going to tell them. في الكونكلوجن tell them what you have told them. recommend او reemphasize stress بقى البوينتس المهمه. recommend في الطب recommendation يستحسن او يعني لازم، مش عايز اقول لازم، تبقى evidence based recommendation ما يبقاش راينا الشخصي. طيب خلصنا البيزك ستراكشر، ننقل بقى البريبريشن اند ديليفري. when to start مهمه جدا. take my advice كله بيبقى قاعد الساعه 3 الصبح 4 الصبح وبيخلص في البرزنت ويروح الصبح اكزوستد وما بيبقاش عارف يبرزنت وهو مش مركز. لا، ستارت ايرلي. ان اكسبيرت سبيكر قالوا له هتاخد قد ايه عشان تكلمنا في موضوع التخصص بتاعك؟ قال لهم لو عايزنا نتكلم دلوقتي اديني ساعه. قالوا له ما عندناش ساعه، هديك نص ساعه. لو اديني نص ساعه سيب لي اسبوع اكمبريس الماتيريال بتاعتي. لا، ما عندناش الا ربع ساعه ثلث ساعه. طب سيبني شهر بقى عشان اقول مسج بس اكمبريس المعلومات دي في اقل سبيس ممكن. ف it takes time. بليز ستارت اير، لازم تخلص قبلها باسبوع ب 10 ايام. فيلينج تو بريبير از بريبيرنج فور فيلير. If you will fail. If you fail to prepare, you will fail. اودينس اناليسيس، انا هتكلم مين؟ ده مهم جدا قبل ما تروح تبقى عارف انت هتكلم مين. If you don't know your audience, you will not have any audience. أقصد إيه بالأودينس أناليسيس؟ الليفل أوف نوليدج، مش كل اللي قاعدين إكسبيرت. في طبعًا حاجات زي الكرونيك بين بتاع الدكتور ماجد وكده بيبقوا ناس إكسبيرت، أو غالبًا بتبقى مؤتمرات لناس إكسبيرت. لكن في الحاجات المؤتمرات العامة الجامعية وكده الأودينس بيبقوا ميكسد. But never underestimate them. ما تقولش دول صغيرين وأقول عليهم كلمتين. لأ، في ولاد صغيرين وممكن يحرجوك جدًا. فنيفر اندر استيميت الاودينس. هم جايين ليه؟ ريزون تو ليسن. هم كلينيشن جاي معظمهم من وزاره الصحه، عايز تقول له شويه تيبس
تيمبروف الكلينيكال براكتس والسيفتي بتاعه، ولا اكاديميشن برضه عايز يعرف الموست اب تو ديت انفورميشن في الفيلد اللي انت بتتكلم عليه. والحقيقه من الصعوبه لما تكون ميكسد اودينس زي اللي هقول لكم عليهم الوقت دول، صغير وكبير وحد سينيور وبروفيسور كده، صعب ان انت تساتسفاي اول، بس يو هاف تو بي اس سمبل اس بوسيبل واب تو ديت اس بوسيبل. حاجه مهمه جدا، اتكلم في الحته بتاعتك. ما ينفعش للسينيور بيرسونز او حتى مش السينيور ان انت تحضر موضوع انت عمرك ما اشتغلته. انا محمد عبد اللطيف ما اشتغلتش كارديك انستيزيا، انا ممكن اعمل محاضره في كارديك انستيزيا بس ما اشتغلتش. اي واحد من الاودينس ولو ريزيدنت اشتغل يسالني سؤال ممكن يحرجني، لا تتكلم في الموضوعات اللي انت بتشتغلها واللي انت عارفها والدومين بتاعك. الانستيزيا بقى فيها كذا دومين، وبستاتريك وبدياتريك كرونيك بين ونيورو انستيزيا واي سي وكارديو ثوراسيك وترانسبلانت. تتكلم في اللي انت بتشتغل فيه علشان يبقى تميكس النولج بالكلينيكال براكتس. يبقى يو هاف تو توك ان يور دومين، مش تاخد اي موضوع ونحضره ونيجي نلخصه، لا. باور بوينت سلايد بريبريشن. الحقيقه الباور بوينت مش صعب، بس انا وريتكم الناس بتعمل ايه، سلايدز بتاعتهم شكلها ايه، انا مش عارف بيعملوها ازاي. الموضوع مش صعب تو مي يعني ايزي. بنتكلم الاول على الباك جراوند والتكست. الدارك باك جراوند واللايت تكست كان وقت من الاوقات وكان مستحب في الدارك كلاس رومز، لكن اتس فيدنج، ما بقاش هو الكومن دلوقتي. المور كومن ان احنا نكتب دارك تكست اللي هو بلاك اور بلو تكست، دارك بلو تكست على وايت باك جراوند. ده بينفع حتى لو النور مولع او الشبابيك مفتحه برضو بتبقى واضحه، وده اللي ريكومند. كمان عندنا مشكله الباك جراوند تكست كونفليكت، يكتب احمر على ازرق دازلينج، يكتب ازرق على احمر، ده مش مستحب خالص. او لو كونتراست، يكتب ابيض على اصفر او اصفر على ابيض، اسود على ازرق او ازرق على اسود، برضو مش مستحب. زي ما قلت لكم البيست هو الوايت باك جراوند والبلاك او دارك بلو تكست. السلايدز المفروض تبقى ميكشر من ثلاث حاجات او نخليهم اربع حاجات، تكست وتيبل وجراف. وكمان نقول ايمج او بيكتشر، وزي ما بيقولوا المقوله المعروفه ا بيكتشر از وورد ا ثاوزند وورد، ممكن تحط بيكتشر واحده تغنيك عن كلام كتير جدا. برضه ماي ادفايس از تو ميك ذا تكست ذا ليست بارت اوف يور برزنتيشن، اقل حاجه واسهل حاجه ما تكتبش تكست كتير. دي اكزامبل اوف ا فيري باد تكست سلايد، زي ما انتم شايفين ذا سلايد كونتين تو ميني ووردز از نوت ريتن ان بوينت فورمات وات ايفر، والناس هتحاول تقرا الكلام ده كله وهيلوز الكونسنتريشن اند ويل نت هير. التركيز بتاعنا ما نقدرش نعمل اكتر من سبيشال اثنين سبيشال سنس في نفس الوقت، اسمع واشوف واقرا الكلام ده. فادي مشكله البيزي تكست باراجراف سلايد. امال الجود سلايد ايه؟ الجود سلايد ده اكزامبل اوف ا جود سلايد. It has to have title. في حاجات كتيرة من اللي وريتها لكم في الأول لا تايتل ولا أي حاجة. لازم يبقى السلايد ليها تايتل. فيها كي بوينتس. ستة لسبع، ستة لثمان سطور بالكتير. أكتر من كده يا أخي نقسمهم اثنين. Largest possible popular font. فونت معروف الأريال والتايمز نيو رومانز، ما نعملش فونتات غريبة. وأكبر حاجة ممكنة بحيث إن آخر واحد قاعد في آخر صف في المحاضره او في الكلاس روم يبقى يقدر يقرا السلايد كويس. كابيتال ليترز، قلل الكابيتال ليترز. هي عموما الكابيتال اللي مكتوب كابيتال ديفيكالت تو ريد، وبعدين بيبقى شكلك كانك شاوتنج، كانك بتزعق للي قاعدين لما بتكتب كلام بالكابيتال ليترز. مينيمال سبيشال افكتس، ما نقعدش ننزل كل حرف كل كلمه، يمكن دي السلايد الوحيده اللي نزلتها سطر سطر عشان اوريك مينيمال سبيشال والساوند وعربيه وبتاع حاجات، لا مينيمال سبيشال عشان ما تبقاش ديستراكت. وبرضه لو بندي ساينتفك انفورميشن في السلايد يو هاف تو بروفايد الريفرنس ات ذا اند اوف ذا سلايد. I'm sorry this is a very busy table. I know it is not clear. Why you are getting for us a busy table? Why you are getting what I call abolish table? ليه؟ ليه اصلا؟ ما انت عارف وبتقول لنا busy وانا عارف انه مش جايبه لنا ليه اصلا؟ Very common زي التيبل اللي وريته لكم في البرزنتيشن. This is a simple table. بيتكلم مثلا على السبيشاليست والريزيدنت والكونسلتنت في الانستيزيا واللابوراتوري وفي الراديولوجي ديبارتمنت، بيقول الاعداد المختلفه في الديفرنت كاتيجوريز اهو، ثلاثه روز وثلاثه كولم. ممكن كمان اعمله برزنتيشن نفس الداتا دي احطها في برزنتيشن ثاني اوضح
زي الجراف، هم نفس الكلام، الكونسلتنت والسبيشاليست والريزيدنت. الجراف بقى فادتني في ايه؟ ان بينت لي الاقسام دي فيها ترند. الترند ايه؟ السينيور ستاف ماتش مور ذان ذا يانجر كوليجز. ده اللي فرق ان انا قدمتها مره بسيمبل تيبل او جراف. اللوغاريزم احط اللوغاريزم على السلايد، لو حصل كذا يبقى كذا، لو عملنا كذا يبقى كذا. العامل ده ما ينفعش، ما حدش هيفتكر الكلام ده خالص. I hate presenting algorithms زي الاسا ديفيكالت اروي الجوريزم في الـ في الـ في البرزنتيشن، يتقطعوا حتت صغيره، يا اما تقول لهم مثلا زي ما حصل السنه دي في يناير الامريكان سوسايتي عملت ابديت لل اروي ديفيكالت اروي جايد لاينز، وطلعت زي ما شفتوا الالجوريزم اهو، دي صوره الالجوريزم، وانا طبعت منه عدد موجود بعد نهايه المحاضره. اللي عايز ياخد صوره من الالوجاريزم يتفضل حد يديله صوره من الالوجاريزم، لكن نبتدي نشرح الالوجاريزم محدش هيفتكر حاجه من الكلام ده. وفيردف خلصنا السلايد بتاعتنا، البرزنتيشن او السلايد بتاعتنا، اتس تايم نعمل ريهرسل. ريهرسل بريفرابلي يبقى في نفس المكان اللي هتقول في المحاضره عشان تبقى اورينتد، واقف فين والاضاءه والكلام ده وكده، ويكون معاك صم سنسير كوليج ينصحوك ويدوك فيدباك. ويفتكر تملي ان انت في الريهرسال يو ار جوينج تو بريزنت، انا ان شاء الله في السلايد دي هحاول اقول الكلام دوت، هفتكر الكلام ده، لكن ما احفظش، دونت ريسايت، لو حفظت ونسيت هتقف ومش هتعرف تكمل. ودونت اوفر دو ات، ما تقعدش بقى ريهرسال 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 هتتهز. وفي مقوله بتقول اوفر كوكينج سبويلز ذا كيك. بيفور ليفينج بقى دريس ويل، نلبس كويس، يو ريسبكت يور اودينس. طبعا مع الوجود النهارده الواحد ممكن بيلبس اي حاجه وقاعد في البيت كده، لكن طبعا في الفورمال يا دريس ويل في حدود المعقول برضه، ما يبقاش حاجه ديستراكتنج. تشيك يور سلايد افتر بيفور ليفينج، اعمل الترناتيف بلان. انا واخد معايا يا الكمبيوتر يا الميموري ستيك بتاعتي، بس ممكن ما تشتغلش الكمبيوتر، ما يبقاش كومباتبل وات ايفر. انا مثلا بعمل ايه؟ ببعت البرزنتيشن بتاعتي على الايميل لنفسي واخليها، لو حصل اي حاجه انزلها من على الايميل. It is desirable to arrive 15 to 30 minutes earlier to get oriented by the place and by the presentation tools والميكروفون وكل الحاجات اللي موجوده. نيجي بعد كده رحنا، طبيعي جدا معظمنا واحنا كلنا ولغايه دلوقتي عندنا some form of stage neurosis، رهبه، رهبه الناس اللي تطلع على المسرح. ده natural، ويمكن قالت البيت منه كويس يخليك فوكس اكتر ويحسن الريكول بتاعنا. ايه سبب الستيج نيروزس؟ الرونج امبريشن. انا عايز ابقى بريليانت، يمكن اول مره اقدم برزنتيشن وعايز ابقى بريليانت. لا، مش الوقت بياخد وقته يعني، والليرنينج كيرف، وعايز كل الناس يسقفوا لي وهم مبسوطين، ولا محمد عبد اللطيف ولا اي حد، كل الناس هيبقوا مبسوطين ابدا. عواجيز الفرح موجودين في كل حته، وهيطلع لك يقول لك ده هو قال ايه، هو عمل ايه، مالكش دعوه بيه. بعد ما خلص بقى وبيفكر ولسه بيقول برزنتيشن، بعد ما افكر لما يجي بقى الاودينس هيجي يفتح ديسكشن هيقطعوني. ليه؟ ده اسباب الستيج نيروزيس. ازاي نمانج الستيج نيروزيس؟ ايرلي بريباريشن اللي انا قلت عليها، والريهرسال مظبوط. بي يور سيلف، ما تحاولش تقلد حد، وما تحاولش تبقى بيرفكت، نو بودي ويل بي بيرفكت. استخدم سيمبل انجلش برضو، احب اقول هنا انا زي ما انتم شايفين كده عشان احنا مجموعه عارفين بعضنا، انا بستخدم ده مش كتير بعمله، العربي مع الانجليزي، لكن في المؤتمرات سبيشالي لو موجود اودينس واحد ما بيتكلمش عربي لازم كل المحاضره بتاعتك تكون ان انجلش وسيمبل انجلش، ما تحاولش تعقد الامور وتقلد حد، يمكن هو مدرسه اجنبيه احنا مدارس حكومه، لا سيمبل انجلش. وافتكر تملي ان الاودينس وونت يو تو سكسيد. فيزيكال اند فيربال، رحنا خلاص وقفنا وتقدمنا، هنقدم المحاضره، هنقف ازاي، او الحاجات بقى المهمه جدا واللي هقوله ده مهم جدا اللي اشار لي الدكتور ماجد قبل ما نبتدي الويبينار. موست امبورتنت تيب في البرزنتيشن، فيس اودينس، بص للناس. والكلام ده ما بقاش صعب يا جماعه، كونك فيس اودينس دلوقتي بالتولز الحديثه زي ما هوريك في السلايد دي، بيبص بجنب عينك الكمبيوتر قدامك موجود عليه السلايدز اللي انت عارفها واللي انت كاتبها بنفسك، بس انت بتبص تفتكر انت هتتكلم ايه او النقطه الجايه ايه. فايه الصعوبه ان انا ابقى شايف الاودينس وجنب الكمبيوتر بلمحه وافكر نفسي بالمحاضره اللي انا عارفها؟ It is not easy, it is not difficult. ده اللي بيقول عليه الدكتور ماجد لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي بنروح المؤتمرات ونلاقي ناس كبار جدا وبيقف
مدينا ظهره وبيقرا من السكرين وياخد البوينتر ويعلم تحت كل سطر وكده. ده للاسف موجود لغايه دلوقتي. حاجه ثانيه الاي كونتاكت، لازم تعمل اي كونتاكت الثياتر او الكلاس روم كبيره، ما تركزش على الشير بيرسون، ما تركزش على صاحبتك ولا ما تركزش على فلان، لا وزع نظراتك يمين وشمال وفي النص عشان تو ميك اي كونتاكت مع الناس، تشوفهم مركزين معاك ولا لا. الاودينس دي اللي بتعمل الاودينس، تقف ازاي ناتشرال مش مانيكان، ما تبقاش ناشف وحاطط ايديك في جيبك. اللي حاطط ايديك في جيبه على فكره ده بيبقى مرعوب. ممكن تتحرك من البوديوم شويه حسب قدراتك، ممكن تتحرك اكتر شويه لو انت اكسبيرينس سبيكر، لكن ما تبقاش بقى تستعرض، احنا مش فنانين، رايح وجاي ورايح وجاي بقى متمكن جدا، بس الكلام ده بيعمل اودينس ديستراكشن. الفيربال ديليفري ادكويت فوليوم، ويستحسن يبقى فاريبل، في ساعات بيعلى في حتت نقط مهمه وساعات بيبقى منخفض، لكن المونوتون ودي كتير قوي ات انفايتس سليب. السبيد افريج سبيد، لو انت تقول 50% من المعلومات وتوصل ل 100% من الاودينس احسن ما تبقى مستعجل وتقول كل المحاضره بتاعتك ال 100% وما يوصلش حاجه للاودينس، فبرضه يبقى افريج سبيد. بي كونفيدنت لكن ما تبقاش اروغانت. ميجرنج دي الاودينس اتنشن، احنا قلنا عشان كده بنعمل اي كونتاكت نشوف الناس معانا ولا لا. ساعات بتلاقي انت بتبص كده تلاقي حد غفل، حد خرج تعب، عنده مشكله، عنده حاجه معينه خرج، ده مش معناه ان انت فيلير. النايب بتاعك او النايبه الفيميل ريزيدنت بتاعتك كانت جايه تحضر المحاضره، ابنها سخن طول الليل بس هي برضو عايزه تحضر المحاضره بتاعتك، غلبها انه عاش ما فيش مشكله، لكن لما نلاقي بقى ناس كثيره ابتدوا ينعسوا لا يبقى في مشكله. المشكله ممكن تبقى فيك او ممكن تبقى في الاوديو فيجوال ايد، الصوت مش واضح، في حاجات كده، ف it is not always your fault. في حاجه اسمها اودينس اتنشن سبان، احنا بنبتدي زي ما قلت لكم بالانترودكشن، كل الناس بقى مركزه والانترودكشن مهمه وسبيشال وكانت سبايسي هتخليهم يركزوا معاها، لكن وات ايفر كليفر سبيكر يو ار بيحصل ديكلاين في الاتنشن. اتقاس قالوا ان هو الليست او اقل اتنشن بيبقى عند 20 مينتس، عشان كده تلاحظوا معظم المحاضرات في المؤتمرات 20 25 مينتس. طيب نتغلب على الكلام ده ازاي؟ نحاول نخلي الاتنشن في الليفل العالي ازاي؟ بالكلام اللي قلناه قبل كده، ثلاثة لخمس نقط تخلص النقطة تروح بديل ونقطة جديدة يبتدي يركز معاك تاني، تخلصها تحطها يبقى تملي كله في البيك. This is the way to try to maintain the audience attention. كمان حاجة مهمة قوي، engage the audience معاك لو في وقت، ولو انت expert في الموضوع ده اللي هو interactive discussion، دي احسن حاجة، وحوالي 70% من المعلومات يحتفظ بيها لو انتر اكشن لو اشركتهم. بس زي ما انتم عارفين احنا في الميدل ايست لينا طبيعه خاصه، فعايز سبيكر قوي جدا يقدر يوقف الناس امتى ويسمع لكام واحد وينقل النقطه الضعيفه، لكن هي البيست واي الانتر اكتف ديسكشن. ديزايربل هينتس ريليت تو اودينس كود ذير وير، مثلا لو قلت في المقدمه سعيد احمد علي زميلي وكان معايا، سعيد لو حاضر وتفاجئ صورته طلعت وانا ذكرت اسمه هو كان محضر لي سؤال صعب، انا ابتديت اقول اسمه بقى وسمعت كده هيبقى ايه؟ يا ما يسالنيش خالص يبقى مايلد معايا. فكوتنج الاودينس ده اعتراف واجبهم اصلا، واعتراف ان هم ساعدوك مثلا وكده من غير طبعا تملق ولا كده، يعني انا قصدي ريليت تو اودينس يو جوت ا فريند، لو عملت كده بقى فريند على طول. يوز مينيمال هيومر، ممكن تستخدم هيومر في حدود. يوز كونفدرات، يعني ايه كونفدرات؟ حليف. الدكتور ايمن كحلة اداني مثلا 20 دقيقة وانا عندي دقيقتين ثلاثة لازم اقولهم معلومة، لو قلتها هتاخد 22 دقيقة، وانا برضو من ضمن البرزنتيشن سكيلز لازم تابايد وذ تايم، فاروح لايمن اقول له يا دكتور ايمن بعد ما اخلص المحاضرة اسالني في الحتة الفلانية عشان ابقى انا التزمت بالوقت، ويسالني سؤال انا عارفه واجاوبه واتلمعته في نفس الوقت قلت اللي انا عايزه، يبقى انا جمعت بين الالتزام بالوقت وان ايه قلت كل المعلومات اللي انا بايه بالحليف الكونفدرات اللي انا اتفقت معاه قبل ما اقول المحاضره. الدسكشن خلصنا، ده الدسكشن. سكيري بارت لمعظم الناس مش عارف ليه سكيري بارت، لو نو كويشن دي ديسابوينتنج، يا يعني اما كنت فيري كلير يا اما الناس مش انترستد في الموضوع. وبعدين نخلي بالنا بقى، وده واجب للتشيرمان
زي ما انت عندك ستيجن روزس اللي قاعدين مش عايز يبقى هو اول واحد يسال، عنده بدي اودينس نيوز، يبقى التشيرمان بقى واجبه يعمل بريدجنج، عارف المحاضرات، قاري شويه في التوبكس دي، محضر سؤال لكل سبيكر بحيث في البوز ديت السايلنس ده هو يبتدي يبريدج ويبتدي يسال هو السبيكر عشان يشجع الاودينس هم هيفولو بعد كده. طب اتسالت سؤال، الاحسن ان انت تعيد السؤال عشان تاخد نفس وتفكر فيه وتسمع الناس اللي ما سمعوش. لو في كريتيسيزم اوكي ويلكم كريتيسيزم، لو انت مش عارف قول له اي دونت نو، انا هروح وهبحث عن المعلومه وارجع لك واديني تليفونك، يبقى ادمت ذات يو دونت نو. تملي وشفتها كتير في نوتي بوي، واحد عايز يتمنظر وعايز يظهر وبيسالك سؤال هو عارف اجابته، ما يضايقكش، حاول تبقى calm as much as possible وتكتسب السكيل ان انت تو مانج النوتي بوي اللي هو كثيرا بيبقى موجود عايز يسحب الميكروفون وياخد الاضواء من كل الناس حبه حبه في حدود لغايه في حد معين، لو زاد عن حده لازم التشيرمان يوقف. التيك هوم مسج اوف ذيس ليكتشر، سبيكرز ار نوت بورد، الواحد ما بيتولدش كده يبقى هو جود سبيكر، لا، سبيكرز ار تريند اند ديفلوبد. The key of success, talk within your domain. Chronic pain, Dr. Magid, ma bittalim. Early preparation and perseverance. Ana khalas al muhadra, done. Tiftikhru kulli al audience, khalas, hayarafu yamilu muhadraat kwayisa, hum ba'u kili, bi'amilu muhadraat kwayisa. Bas ba'd muhadraati di, khalas, yani kullu haysallah umur wa la'a? La, ma'atakitsh. Lain al mawdu'a aiz ee, watch one. دو وان، زي حتى بتوع الجراحين بيقولوا كده واتش وان، واحد بيشوفني وانا بعمل ابيدورال، شافني 100 مره بعمل ابيدورال مثلا او انجكشن او كده خلاص هيروح يعملها، لا لازم ياخد وقته. يبقى البراكتس اهم حاجه، براكتس براكتس براكتس، وده مش هيحصل الا زي ما قلت بكونتينوس ميديكال اديوكيشن ات ليست اون ويكلي بيزيس. مش معقوله السعوديه سنه 80 من 42 سنه بيعملوا واحنا في مصر مش قادرين نعملها، في ناس بتعمل بس مش ريجولر. والانفست ان يانجر كوليج زي ما قلت لكم وموتيفيت، نزقهم نحسنهم باي منتورشيب، لازم اشوف قبل ما يقدم يجي يعرضها عليا وادي له فيدباك، بكده ممكن تبقى ان شاء الله ميشن بوسيبل. اند ات ذا اند اي هوب ماي مسج تو اور دير كوليجز ان الازهر اند ستيت ديبارتمنت واز ديليفر اند اي هوب يو هاف ريسيفد ذيس مسج اند ثانك يو فيري ماتش فور يور كايند اتنشن. Thanks so much for